طبعا فشو هي اهم الفحوصات اللي لازم نعملهم قبل مرحله تنزيل الوزن؟ نتحدث عنها بالتفصيل اكثر مع اخصائيه التغذيه اسيل عنزي اللي صارت موجوده معنا بالاستوديو. صباح الخير اسيل. ثانك يو. صباح الخير دينا وصباح الخير لوهج. صباح الخير. صباح الخير كمان للمشاهدين. يعني اسيل انت جايتينا شويه بوقت انا حتى الكلام بدا يطلع يعني المنظر اللي شفته قدامي لانه فعليا يعني انا بس تعقبين على هذه الدراسه هل ممكن تكون حقيقيه او لا؟ يعني هي او مطبقه على هو اوريدي مطبق منها جزء فاي ثينك هلا رح يرجعوا يتوسعوا فيها بس بالاكيد بالاخير هم بهمهم صحه البشر الله يوسعهم يعني هاي التجربه بالذات ان شاء الله بالاخير ما حيكون لها سايد افكت ان شاء الله. طيب خلينا نرجع لموضوعنا اسيل وشنو الفحوصات اللي لازم نسويها اذا كنا ناويين ننزل وزننا؟ اوكي اول شغله دائما بحب ابلش فيها انه رمضان قرب وفي كثير ناس بحبوا يستغلوا شهر رمضان لينزلوا بالوزن. فقبل موضوع انه انا مقرره بدي انزل وزن وانه خلاص انا بكره حبلش دايت في كثير شغلات وخطوات كثير مهمه لازم نعملها قبل ما نبلش بمرحله تنزيل الوزن. دائما انا بحكي لاي حد بيجي عندي على العياده اعتبروا الموضوع تنزيل الوزن عباره عن بروجكت مشروع انتم داخلين عليه بحاجه ليكون في عندكم قرار صارم والتزام معين بهذا المشروع وكمان احنا بحاجه لتخطيط. اوكي. فاول شغله واللي كثير مهمه وهي الاساس هي موضوع الالتزام لانه اذا ما في التزام من عند هذا الشخص اللي هو حاب ينزل وزن فحيبلش يومين ثلاث اربعه وبعدين حنوقف ولا كانه عملنا شيء. ثاني شغله نخطط لموضوع تنزيل الوزن. هلا في كثير عندنا شغلات بالجسم ممكن تمنعنا انه ننزل بالوزن حتى احنا لو كنا ملتزمين بدايت مناسب لسعراتنا الحراريه المحتاجه خلال اليوم وكمان عم نمارس الرياضه. زي على سبيل المثال ممكن يكون في عندنا غدد درقيه بالجسم واحنا مو عارفين واحنا عم نحاول ننزل وزن بفتره طويله وعم بيصير في عندنا ثبات بالوزن. ممكن كمان يكون في عندنا مقاومه انسولين بالجسم وبعض المشاكل الصحيه الثانيه زي السكري زي امراض بسيطه خفيه احنا ما بنعرفها. فاحنا المفروض قبل ما نبلش بموضوع تنزيل الوزن نروح نشيك عند اي طبيب ويفضل يكون طبيب باطني عشان نبلش بمرحله تنزيل الوزن واحنا عارفين احنا ما عندنا اي مشاكل صحيه ممكن تعيق تنزيل الوزن. والاهم من هذا كله احنا وقت نعرف انه في عندنا مشكله صحيه بدنا نمشي على نظام غذائي مناسب لهي المشكله. فمثلا الاشخاص اللي عندهم غده درقيه في اشياء معينه لازم يمشوا عليها والاشخاص اللي عندهم مقاومه انسولين في شغلات لازم يكونوا ممنوعين منها وفي نمط غذائي معين واوقات بالاكل معين لازم يمشوا عليها. فهي الشغله كثير مهمه. هلا ننتقل للشغله اللي دائما الناس بيحكوا فيها انا ما بدي اشيك على الفيتامينز تبعوني لان الفيتامينز بتفتح الشهيه وراح افتح حالي بواب. صح هاي شغله كثير مهمه وكثير ناس بيلاحظوا انه اول ما ياخذوا الفيتامينز تبعونهم انا بدي اشيك على الفيتامين دي على سبيل المثال عم تفتح شهيتي فانا ليش بدي افتح حالي بواب ثانيه؟ هي الفكره انه كل الفيتامينز كثير مهمه نشيك عليها كل فتره لان هي مش بس موضوعنا احنا موضوع احنا بدنا ننزل وزن هي بتدعم جهازنا المناعي وهي بتدخل بكل عمليه حيويه بتصير داخل الجسم. فموضوع الفيتامينز ممكن يفتح شهيه لانه بصير في عنا تنظيم للهرمونات من هرمون الجوع وهرمون الشبع. فاحنا وقت يتنظم عنا هرمون الجوع وهرمون الشبع ممكن شخص يكون هذا الفيتامينز نقصه زي على سبيل المثال نقص فيتامين بي 12 ممكن يعمل عندنا فقدان بالشهيه. فممكن نقص فيتامينز بالجسم تعمل عندنا انه احنا مش عم ناكل فانا برضه كمان مش عم بينزل وزني لانه اصلا عم بعمله مو صح. فنحن هون ندخل بدائره انه احنا بدنا ننظم الفيتامينز تبعونا حتى لو انفتحت الشهيه لفتره بسيطه لكن احنا اذا ماشيين على نظام غذائي مناسب مع نمط الحياه لكل شخص فنحن هون ممكن نطلع باقل الخسائر من هذا الموضوع. ايش اهم الفيتامينز اللي ممكن تساعدنا نخسر وزن؟ هم خمسة فيتامينز أهمها الأيرون الحديد. الأيرون بيساعد على نقل الأكسجين بالدم فبرضه بيساعد بموضوع الرياضة بيوصل الأكسجين أكثر للعضلات فهذا بيساعدنا نحرق دهون أكثر. كمان عندنا فيتامين دي اللي بيدعم جهازنا المناعي وكمان بينظم الهرمونات. عندنا بي كومبلكس كاملين بي 1 بي 6 بي 12 كل انواع الفيتامين بي اللي بتساعد انه احنا تو اكستراكت نطلع الطاقه من الاكل وكمان بتساعد على تنظيم الهرمونات داخل الجسم. في عندنا المغنيسيوم وكمان في عندنا الزنك. هدول كلهم كثير مهمين لموضوع انه احنا نرفع عمليات الحرق عندنا بالجسم وكمان يساعدنا بمرحله تنزيل الوزن. تمام. فعلى سبيل المثال لو اخذنا فيتامين دي وانفتحت الشهيه لكن احنا عارفين متى بالضبط لازم ناخذ فيتامين بي دي
وكمان عارفين كميات الاكل المناسبه لنا. هون نحن ما رح نطلع انه احنا شهيتنا مفتوحه ورح نصير ناكل اكثر ورح يزيد وزننا. اوكي تمام. طيب في كثير من الناس بيحكوا لك انه انا جربت اكثر من نوع دايت بس دائما عندي ثبات بالوزن، ما بينزل ما بيتحرك ما بيتغير، شو ممكن يكون هون السبب؟ هلا ممكن يكون مو مشيكه حاله، في عندنا مشكله زي مقاومه انسولين او مشكله غده، ممكن يكون في عندنا مشكله سكري، فالنمط الغذائي اللي هو متبعه مو صح ومو مناسب لحياته. ممكن برضه كمان يكون في عندنا نقص فيتامينز كثير عالي. هلا برضه كمان نحن ما لازم كثير نكبر الموضوع، نقص الفيتامينز هو ممكن يعمل خربطة بالهرمونات وفقدان شهية أو يفتح شهية، بس هو بالأخير يعني له نسبة بسيطة من موضوع فقدان الوزن. هو بيساعدنا إنه إحنا تنظيم الهرمونات، وبرضه كتير كمان بيساعدنا بموضوع المزاج، إنه ممكن الشخص فجأة يحس حاله أب فجأة يحس حاله داون، فبيحس حاله مش قادر يلتزم بهذا الإشي لأنه هرموناته مو ظابطة، لكن هو بيأثر بجزء كتير بسيط. فهذا الشخص اللي عم بيحاول ينزل وزن يا بكون في عنده مشكلة صحية مو عارفها، يا بكون في عنده نقص فيتامين، يا مش عم يعمل الدايت الصح المناسب له. وفي كتير اشخاص بيحكوا لك انه انا عم بعمل دايت ومش عم بتعشى، عم بعمل سكيب لاخر وجبه بس عم باكل صحن فواكه كتير كبير، بس الفواكه بالاخير هي عباره عن نشويات سكريات وهي بترفع الوزن، فاذا اخذتها انت بكميه كتير عاليه هي مش حتساعدك تنزل بالوزن، بالعكس هي حتساعدك تزيد وزن. في اشخاص بيكونوا مش عارفين بالضبط انه عم يعملوا صح او مش صح، لكن اذا انت ماشي مع اخصائي تغذيه وزنك مش عم بينزل، انت هون بحاجه لتصبر شوي، لانه الجسم اتعود على نمط معين طول السنين هاي. في اشخاص بيجوني متى بدهم ينزلوا وزن هم عمر 40 سنه، فانت على الاقل عندك 20 سنه عم تمشي على عادات صحيه معينه، وجسمك الميتابوليزم تبعه وعمليات الاي شغاله على 20 سنه هدول. اكيد انت باسبوعين او ثلاث ما رح تيجي تقلب كل العمليات اللي عندك والحرق عندك يكون واحد يصير 10، فاحنا بحاجه نصبر شوي على الجسم ليستوعب فكره انه احنا عم ننتقل من لايف ستايل للايف ستايل. نعم. طيب اليوم يمكن أسيل انت اشرتي لي نقطه كلش مهمه، انه احنا نتابع مع شخص مختص رحله نزولنا بالوزن او حتى متابعه امورنا بشكل عام. اليوم ايش قد مهم انه احنا لما نسوي دايت معين يكون مع خبير تغذيه مختص بهذا الموضوع؟ انا دائما بحكي انه لازم يكون في اخصائي تغذيه او حدا مختص بالصحه تمشي معه على الاقل لاول فتره. انا كأسيل بحاجه اعرف انا قديش كل يوم بحاجه اخذ بروتين، قديش انا بحاجه اخذ كاربس، قديش انا بحاجه اخذ فات. طب ممكن أسيل يكون في عندها ارتفاع بالكوليسترول، فانا كشخص على سبيل المثال دارس هندسه، فانا طول حياتي موادي بالجامعه او ثقافتي عباره عن شيء بعيد كثير عن موضوع الطب وعن موضوع التغذية، فكيف ممكن أنا كشخص إذا ما بذلت جهد طبعاً وقرأت وتابعت، وبرضه يعني إيفن لو الشخص بذل جهد وقرأ وتابع لا مش حيكون زي أي حدا مختص بهذا الموضوع، أكيد ما رح يكون ملم بفكرة إنه أنا أعرف بالضبط إيش احتياجاتي اليومية من الدهون من النشويات من البروتين، فهذا إشي كثير مهم بيسهل عليه وبيختصر عليه الطريق كتير. وبرضه في اشخاص كتير بيحاولوا يعملوا دايتات قاسيه، وهج على سبيل المثال بسمع ناس بيجون على بيحكي انا عملت دايت البيض لمده اسبوع وما نزل وزني، بحكي لهم طيب يعني كيف يعني دايت البيض؟ عم باكل بيض بس كل يوم، طب هل من المعقول يكون هذا منطقي انه انا اخذ عنصر واحد كل يوم لمده 7 ايام؟ طب جسمي انا بحاجه لكذا شغله، فاكيد الجسم رح يعاند، الجسم تبعنا كثير ذكي، ممكن احنا دخلناه بموضوع انه نجوعه رح يصير يعمل العكس، ونفس الشيء بموضوع عمليات الايض، اذا انت مش ماشي كل شيء صح من ناحيه نوم، من ناحيه شرب مي، من ناحيه اكل، انت جسمك بالاخير ما رح يعطيك النتيجه اللي بدك اياها. نعم. طيب اسئله كثير في من الناس يمكن اللي ما بتابعوا اخصائيا تغذيه او حتى بتابعوا اخصائيا تغذيه بس ما عندهم يعني التحمل انهم يستنوا ويصبروا بالوقت لحتى يبلش ينزل وزنهم، فبيلجؤوا لحبوب التنحيف، قد ممكن يكون مضر هالموضوع؟ قد ممكن بالمقابل يكون في حبوب فعليا ما بتضر وبتساعد على التنحيف بشكل اسرع؟ اوكي، انا دائما بحكي ما في اي دواء بيساعدك، ما في حبه سحريه بتدخل وبتعرف انه عندك تراكم دهون بمنطقه البطن وحتروح تستهدف منطقه البطن وتذوب لك الدهون الموجوده هناك. هلا في انواع ادويه التنحيف تنقسم لكذا نوع، النوع اللي انا ممكن اشجع عليه او ممكن اساعد المريض فيه هو النوع اللي بيكبت الشهيه. هلا نحن هون مشكلتنا اذا كان الشخص عن جد كثير بحب الاكل، بكون في عندنا مشكله بمستوى السكر بالدم بهرمون الجوع، فانا دائما السكر عندي عالي، فدائما انسولين عالي، فدائما جسمي بيطلب اكل. نحن هون نقدر نساعد هذا المريض انه نعطيه هاي بروتين دايت على سبيل المثال، نقسم له وجباته بطريقه تتناسب مع حياته، وكمان نعطيه انا ما بسميها ادويه بسميها سبلمنت بتساعد انه تكبت الشهيه. مثل شنو؟ هلا نحن مش مسموح لنا نحكي عن اي نوع، لكن في بعض انواع اعشاب زي على سبيل المثال
القهوه الخضراء بتساعد كثير، الشاي الاكستراكت تبع الشاي الاخضر هذول كثير بيساعدوا انهم يعملوا تثبيط للشهيه تبعنا. نحن هون ما عملنا، ما لعبنا بالجسم، ما دخلنا ادويه، لعبنا بالهرمونات. نحن هون فقط بس دخلنا شيء بيساعد انه يتحكم بشهيه هذا الشخص، احنا عم نقلل كميات الاكل. لكن انا دائما في بدائل، انا بجرب مع المراجعين تبعوني كذا شغله. على سبيل المثال هلا كنا لسه عم نحكي عن موضوع وجبه الافطار، وجبه الافطار عند بعض الناس تفتح الشهيه. انا من الناس اذا باكل كثير بكير تسحب معي لاخر اليوم، بصير اكل كميات اكبر. فانا بحاول اخر اتليست فطوري 3 أو 4 ساعات، باخذ بس كافي لانه انا ما عندي مشاكل بالجهاز الهضمي، بس اي حدا عنده مشاكل بالجهاز الهضمي القهوه على معده فاضيه رح تضره. فانا هون بحاول بلعبها بذكاء، انه انا بعرف شو مشكلتي فبعرف كيف احلها. فالاشخاص اللي ممكن يستبدلوا موضوع انه انا اروح لادويه ممكن ياخر شوي وجباته، فهيك برضه بيساعد يتحكم بالشهيه بشكل افضل. انواع الادويه الثانيه انا مش مع اي نوع دواء، لانه الجسم اللي تكون حوارق الدهون قصدي شو بالضبط، اي دواء مرخص او غير مرخص لحرق الدهون انا مش معه. لانه جسمنا زي ما انت صبرت على حالك 5 سنين و10 سنين لتراكمت عندك هاي الدهون، اتليست اعطي ربع الوقت يلي انت اخذته بالعشر سنين هدول لترجع تنزله بطريقه صحيه. وجسم كل شيء بياثر عليه، يعني هرمونز بتاثر عليه، ممكن ستريس ياثر عليه، ممكن قله النوم ياثر عليه. فكيف دواء خارجي عم بيساعدك تعمل شيء اصلا هو المفروض يصير عندك طبيعي داخل الجسم؟ نعم صحيح. طيب سيل اليوم شنو ممكن نصائح اخيره نقدمها لكل من يتابعنا بما يخص رحله نزول الوزن؟ يعني اريد نصيحه جوهريه تخلي الناس يتشجعون انه يبداون بهذه الرحله. اوكي، اول شغله ما تروح كثير الاكستريم، ما تروح ما تحكوا انا بدي انزل 20 كيلو بظرف شهرين، لانه في مناسبه رح احضرها بعد رمضان والصيف قرب، بدي اطلع اسبح، بدي اطلع احضر عرس اختي. او اي واحد من هدول الاسباب، لازم دائما يكون احنا اي شيء بدنا نعمله بهاي الحياه سواء كان بدنا ننزل وزن او مشروع او اي شغل لازم يكون هدفنا منطقي. فانت اهم شيء تحط هدف منطقي بينك وبين حالك لموضوع نزولك بالوزن. انا هون وقت اكون عارف انه انا بحاجه لوقت معين لحتى انزل بالوزن ما رح يصيبني احباط ورح اضل مستمر. وانا دائما بحكي خلوا موضوع التغذيه لايف ستايل، هو مش شيء انت مجبور عليه. نحن هلا زي ما شفنا بالتقرير عم بيدخلوا ديدان وحشرات. طب انا بدي احكي لكم انه الزيوت اللي بيستخدموها بالاماكن الموجوده بالمطاعم هي لسه أسوأ مليون مره من موضوع الحشرات. على الاقل هاي شيء طبيعي ممكن يدخلوه بطريقه سيف، لكن الزيوت اللي بدخلوها مكررة فوق الـ4-5 مرات، فهي عبارة عن إشي أصلاً لا يصلح للإستهلاك البشري. فدائماً أنت وقت تخلي الموضوع منطقي، لايف ستايل، نمط حياة لك، فهالموضوع رح ياخد منك وقت، بس بالأخير أنت رح تطلع بأفضل نتائج وما رح تأثر على صحتك. نعم أكيد. أسيل شكراً لك على كل يعني هذا الموضوع، لو نقعد نحكي في ساعة يمكن ما بنخلص، ومتأكدة كل عم بيحضرونا عم بيستفيدوا من كل هاي المعلومات. فشكراً لك أسيل، حبيبتي، أهلاً وسهلاً للجميع.